عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد الحلقة من متابعين دكتور هيثم عارف الألتراسكان. النهاردة هنعرف بقى نوع الحالات اللي احنا نزلناها الأسبوع كله. مفيش حد بعت للجروب، بس طبعا اللي حابة برضو تعرف ان هو ممكن تبقى تبعت لنا على الجروب او تواصلي مع أستاذ أحمد مباشرة مساعد دكتور هيثم. ويلا نشوف البوستات اللي نزلناها. أول بوست عن ولد واضح جدا، وولد برضو واضح جدا. ده بقى لايف الحوامل مش لايف الدكاترة. ولد برضو واضح جدا. ها هنا بقى في التوأم الجميل ده، ولدين ولا بنتين؟ برافو على كل اللي جاوب وقال بنوتين ممتازين. وهنا ولد، ها تلات ولاد ولا تلات بنات؟ الإجابة كانت تلات بنات حلوين خالص، توأم ثلاثي. ولد طبعا واضح جدا. والدين ولا بنتين؟ ده كان اكتر البوستات خد اجابات طبعا ولدين حلوين خالص. ولد واضح جدا. وبكده نبقى خلصنا بوستات الاسبوع ده، واراكم على الف خير الجمعة القادمة. طبعا بفكركم اللي برضه مستعجلة وحابة تعرف النوم مباشرة تتواصل مع أستاذ أحمد مساعد دكتور هيثم عارف مباشرة. شكرا جزيلا.